وطبعا حلقتنا مليانه حاجات تانية كتير. يلا بينا نبدا الحلقه على طول من عند فريق النادي الاهلي وبعثه فريق الكره اللي راح النهارده برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، غادرت بالفعل مطار القاهره الدولي في طريقها الى تنزانيا استعدادا لخوض مباراه يانج افريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في اطار منافسات الجوله الثانيه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي خاض مرانه الاخير الصبح زي ما حضراتكم تابعتوا كلكم اكيد يعني على ملعب مختار التتش بالجزيره، وده كان اول تمرين بعد الراحه اللي حصل عليها الجهاز الفني ادى اللعيبه بعد الماتش اللي فات راحه يعني بعد مباراه سموحه الاخيره المباراه بطوله الدوري. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضره للاعبين اكد خلالها اهميه التركيز الشديد وبذل اقصى جهد خلال الفتره المقبله من اجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراه القادمه. وطبعا كان الفريق استهل مشواره في دوري المجموعات بتحقيق الفوز على حساب مدياما الغاني بثلاث اهداف دون مقابل. طبعا عارفين نجمنا محمود كهربا سجل وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء اللي اقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي. تعالوا بقى ناخد مراسلنا محمد توفيق في اللحظات الاخيره قبل ما الطياره تطير، يعني هو تقريبا جوه الطياره. يلا بينا ناخده على طول. محمد اتفضل. محمد توفيق مساء الخير زميل عزيز عبد الرحمن ناجي، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. رحله جديده لنسر النادي الاهلي ويحلق نسر النادي الاهلي للوصول لدار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين لملاقات فريق يانج افريكانز في مباراه الجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يعني دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق للفريق باذن الله رب العالمين والحصول على ثلاث نقاط جديده تكون مفيده جدا ان شاء الله في مشواره في دور المجموعات. يمكن الفريق اختتم استعداداته صباح اليوم على ملعبه ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها على طول توجهت البعثه الى مطار القاهره لحظات على الاقلاع باذن الله متوجهين لدار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين. يمكن تجهيزات اكثر من رائعه بيقوم بها الجهاز الاداري وكابتن خالد بيبو مدير الكوره، طبعا البعثه برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني توفير كل سبل الراحه للاعبين عشان يساعدهم باذن الله رب العالمين لاداء مباراه كبيره، مباراه مهمه خاصه انها امام يعني وصيف الكونفدراليه العام الماضي، فريق طبعا كبير في تنزانيا يمكن نتائجه كمان في الدوري عبد الرحمن الفتره الاخيره اكثر من رائعه. الجهاز الفني طبعا درسه بشكل كبير جدا، كان في محاضره فيديو كمان للاعبين النهارده للتعرف على اهم نقاط القوه والضعف للفريق، ويعني ان شاء الله خمس ساعات ونكون نوصل مطار دار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين. دعواتكم بقى ان شاء الله بنوصل بالسلامه والتوفيق للفريق باذن الله رب العالمين. يمكن تدريب وحيد هيخوضه النادي الاهلي بكره ان شاء الله في نفس موعد المباراه على ملعب بنجامين مكابه في دار السلام. ان شاء الله يكون الفريق موفق، الجهاز الفني موفق في خطته، واللاعبين كمان يوم المباراه يكونوا موفقين في تنفيذ التعليمات. يعني زي ما قلت لك وباكد توفير كل سبل الراحه للبعثه. يمكن كابتن سمير عادل بقى المدير الاداري للفريق وشيخ الاداريين في مصر كان سبق البعثه بالامس يعني لانهاء كل التجهيزات الخاصه بالاقامه ملاعب التدريب كل ما يشمل النواحي المحيطه بالمباراه. وكمان يمكن الاستاذ محمد الضماطي زي ما قلت لك رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي قام بمجهود اكثر من رائع بالتنسيق مع الجهاز الفني والاداري، وان شاء الله ده يبان نتائجه في الملعب. كلمه ليك عبد الرحمن اتفضل. شكرا طبعا محمد توفيق وكل كرو فريق النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، محمد الدكروري واحمد يحيى المصور. يعني طبعا احنا بنسجل او بيسجلوا والطياره هتطير خلاص فيوصلوا بالسلامه وموفقين ان شاء الله ويكون فوز وانتصار جديد للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا.